بعد 6 أيام من اليوم العالمي لحرية الصحافة وقبل 4 أيام من ذكرى النكبة الفلسطينية، رصاصة جديدة بتصيب الجسم الصحافي لتقتل هالمرة مراسلة قناة الجزيرة بفلسطين شيرين أبو عاقلة. حلقتنا اليوم من مش وحدك هي تحية لروح شيرين ولكل صحافي عم بيوصل الصوت برغم الخطر. الأنظمة القمعية، الاحتلال، السلطات اللي بتعتمد الإرهاب والترهيب، الحكومات الفاسدة، كلهم عندهم خوف. عندهم خوف من الحقيقة، من الكلمة الحرة، من الصورة الواضحة عن أساليبهم وتجاوزاتهم. عندهم خوف من صوت وصورة الحقيقة اللي بيوصلوها الصحفيين، هالأشخاص اللي أفنوا حياتهم لسبب كتير سامي ونبيل. هن للأسف عرضة للعديد من التهديدات اللي عم بتطالن كل يوم بمختلف بقاع العالم. سلاح الصحافة هو ألمه، كلمته وعدسة كاميرته، بيحملها بكل شجاعة وبينطلق. أما في بعض الأنظمة بتوجه سلاحها لإسكات الصحافة وإسكات صوته. اليوم للأسف قدروا من أنهم يسكتوا صوت شيرين أبو عاقلة، وقدروا من أنهم ينالوا من الصحفية كرست حياتها لتنقل هموم والمشاكل والظلم اللي بيتعرض له شعبها يومياً. اليوم شيرين منا موجودة معنا بالجسد، بس البداية اليوم من عند شيرين وبصوت شيرين. لن أنسى أبداً حجم الدمار ولا الشعور بأن الموت كان أحياناً على مسافة قريبة. لم نكن نرى بيوتنا، كنا نحمل الكاميرات ونتنقل عبر الحواجز العسكرية والطرق الوعرة. كنا نبيت في مستشفيات أو عند أناس لم نعرفهم، ورغم الخطر كنا نصر على مواصلة العمل. كان ذلك خلال عام 2002 حين تعرضت الضفة الغربية لاجتياح لم تعهده منذ احتلال عام 67. في اللحظات الصعبة تغلبت على الخوف، فقد اخترت الصحافة كي أكون قريبة من الإنسان. ليس سهلاً ربما أن أغير الواقع، لكنني على الأقل كنت قادرة على إيصال ذلك الصوت إلى العالم. أنا شيرين أبو عاقلة. يمكن قدروا يسكتوا صوت شيرين لما قتلوها، ولكن بوجه الظلم اليوم كلنا شيرين أبو عاقلة. أنا شيرين أبو عاقلة، هالجملة اللي كانت كل مرة تختم فيها رسالتها على الهوى تحولت اليوم لتصير كلنا شيرين أبو عاقلة، كلنا شيرين بشجاعتها، بألمها الحر، بنقلها للصورة الحقيقية، كلنا شيرين بمهنيتها اللي شهد العالم كله فيها. شيرين اللي حملت مهنة الصحافة وأعطتها كل حياتها خلال مسيرتها المهنية كانت رمز للصحافة الحرة. هالمهنة اللي خسروا وبعدهم عم يخسروا العديد من الصحفيين حول العالم حياتهم بسبيلها. فبحسب منظمة اليونسكو، صحفي واحد بيخسر حياته كل 5 أيام. هالرقم منه قليل، هالرقم مخيف جدا، وما بدل إلا على شيء واحد وهو الخوف، الخوف من الحقيقة، وبخلي الصحفيين يكونوا من ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر. للأسف التعرض للصحفيين أشكاله عديدة، من التهديد للخطف للتحرش، التنمر، الاعتقال، الاحتجاز غير القانوني، وصولاً للقتل. ولكن بالرغم من كل الممارسات السلبية، صوت الصحافة ما بيموت، صوت الصحافة ما بيسكتوا التنمر، ما بيرشفوا تهديد، وما بتقتلوا رصاصة. قافلة شهداء الصحافة الكتار على مر التاريخ اليوم عم تنضم لهم شهيدة جديدة، شيرين أبو عاقلة. شيرين اليوم وحدت الفلسطينيين بجميع أطيافهم وخلت عيون العالم كلها تتوجه نحو فلسطين. شيرين خلال مسيرتها قالت لا للظلم والطغيان، وبموتها صرخت وخلت العالم كله يسمع كلمة لا، لا لكل اعتداء عم بيتعرض له الصحفيين. من فلسطين ولفلسطين انطلقت شيرين أبو عاقلة، وبفلسطين استشهدت شيرين أبو عاقلة.
من فلسطين بستقبل معي صفي ناز اللوح مراسلة أمد للأعلام. أهلا فيك صفي ناز. ومثنى النجار صحافي ومراسل إذاعي وناشط اجتماعي. أهلا فيك مثنى، أهلا فيكن معنا. أهلا وسهلا. أهلا فيكن. بداية الرب يعزيكن ويعزي الجسم الصحافي بجميع أنحاء العالم. صافي ناز ومثنى، حادثة مقتل شيرين هي اليوم بمثابة تهديد واضح وصريح لكل صحافي حر هدفه يوصل للحقيقة. صافي ناز، هل هالاغتيال اليوم هو بمثل أو بمثابة رادع لألكن كصحفيين وبخليكن اليوم تراجعوا حساباتكن بسبب الخوف أنه يحصل معكن الأمر نفسه اللي حصل مع شيرين؟ يعني بداية مساء الخير لكم جميعا. نحن عندما نتحدث في البداية عن شيرين أبو عقلة لا نتحدث عن شيرين كشهيدة فلسطينية، فالشهداء الفلسطينيين كثر يعني على مدار عقود كثيرة. الاحتلال الإسرائيلي ارتكب هذه الجرائم، ولكن نحن نتحدث عن شيرين أبو عقلة، نتحدث عن تاريخ شيرين أبو عقلة وعن عظمة شيرين أبو عقلة. هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شيرين أبو عقلة لم يثنينا نحن كصحفيين نهائيا عن مواصلة تغطيتنا الميدانية والأحداث وإيصال رسالة شعبنا إلى العالم. هي بالعكس زادتنا قوة وإصرار على والتمسك على مواصلة هذا الطريق. شيرين أبو عقلة باغتيالها وبالجريمة التي ارتكبت بحقها من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبهذه العقلية الإجرامية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أعطتنا دافعية كبيرة لمواصلة هذا الطريق وألا ننحني عن تغطيتنا لإيصال رسالة شعبنا الفلسطيني إلى العالم. يعطيكم ألف عافية صفي ناز، وتحية لك ولكل الصحفيين كمان بفلسطين. مثنى، عم بتقول صفي ناز هيدي الحادثة عطيتها دفع أكبر لأنها تكمل بمسيرتها كصحفية، حضرتك هيدي الحادثة شو عملت فيك؟ بالتأكيد أولا أسعد الله أوقاتكم والتحية لكم. أهلا من فيك. فلسطين إلى لبنان شعبا، وطبعا إدارة في قناتكم الموقرة التي سمحت لنا في هذه الفرصة أن نتحدث فيها عن الحقيقة وعن الإعلام وعن شيرين التي مثلت الحقيقة حتى في جنازتها وحتى في مماتها. شيرين التي قتلت على الهواء برصاص إسرائيلي بيّنت فعلا الحقيقة وحجم الانتهاك. شيرين مثلت في تغطيتها على مدار 25 عام وحتى في ساعات الثلاث أيام التي انتقل الكفن الذي يحمل جثمانها من منطقة إلى أخرى في رام الله وفي نابلس وفي جنين حيث سقطت، وأيضا في القدس حيث مثواها. شيرين لم تتوقف في تغطيتها حتى وصلت القبر. شيرين كان الكفن منذ أن انتقلت من شارع إلى آخر كانت تنتقل إلى قلوب العالم وإلى كل الدول التي تابعت والتي أبدت استغرابها واستهجانها وتنديدها للجريمة التي نفذت على السترة الواقية، على الخوذة وعلى السترة التي كانوا ينصحوننا دائما فيها ويضجون أسماعنا بأنكم لابد أن ترتدوها لكي تتميزوا عن غيركم، كون أن المواثيق الدولية والقرارات والأعراف كانت تتحدث عن قدسية هذا الإشي، يعني أن أنت تكون عليك حماية، أنت لك حماية مقابل أنك تكون موجود بهذا الشكل. لكن للأسف والصمت الذي يعني لازال حتى الآن، رغم أنه الكثير من الدول وقفت، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، سفراء الاتحاد الأوروبي اللي كانوا في الجنازة في القدس، كلهم شافوا بعينهم مش فقط الرصاصة التي أطلقها الجيش والجنود من جنين على رأس شيرين وعلى زملائه علي سمودي وشذا حنايش وكل الزملاء اللي كانوا موجودين، لا، بل لاحقتهم أيضا كي تفضحهم بشيء أعمق من الرصاصة، أن يعتدوا على الكفن أثناء حمله من قبل
قبل الشبان اللي طبعا كلكم شاهدتم المشهد هذا. للأسف يعني المشهد كان كتير بزعل، يعني حتى لآخر لحظة، حتى للموت يعني ما كان في احترام. مثل ما كنا عم نحكي كمان اليوم مثنى، شيرين وحدت الفلسطينيين، بالرغم من الشيء البشع اللي صار كان في شيء إيجابي. توحدوا الفلسطينيين بمشهد يمكن كتير فريد من نوعه أنه نشوفه نحن بفلسطين. خبرونا عن هذا المشهد صفيناز. استشهاد شيرين كان طريقة وحدة إلى الشعب الفلسطيني بأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لن تميز لا بين صحفي ولا بين ممرض ولا بين مسلح ولا حتى بين مواطن عادي. الاحتلال الإسرائيلي أراد إيصال رسالة من اغتيال شيرين أبو عاقلة أن جميع الكل الفلسطيني تحت نيران رصاص الاحتلال الإسرائيلي، لا نميز بين أحد من الشعب الفلسطيني، وجميع الشعب الفلسطيني مستهدف. طيب اليوم صفيناز، نعم مثل ما حضرتك عم تحكي، يعني حضرتكم موجودين بفلسطين بمنطقة للأسف دايما على مدار السنة فيها اشتباكات، فيها تعرض لصحفيين، فيها خطر، بصير في إطلاق نار يمكن تقريبا بشكل يومي. الصحافة لما يكون عايش بهيك ظروف كل الوقت، يعني في صحفيين بروحوا بغطوا حرب وبيرجعوا، بس الصحافي اللي بيكون عايش بوطنه دايما حالة حرب وهو رسالته انه يوصل الحقيقة ويوصل هيدي الصورة، شو بعيش الصحافي لما يكون كل يوم عرض حياته للخطر؟ يعني الصحفي في سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو حتى في مدينة القدس المحتلة، ما يعيشه هو انتهاك بالصوت والصورة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفي الفلسطيني عندما يقوم بتغطياته الميدانية في أرض الميدان، سواء في الحروب أو حتى في مسيرات العودة في السنوات الماضية، أو حتى ما يقوم به الصحفي الفلسطيني في تغطيات بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. هو يعاني أكثر أو يعاني الأمرين أكثر، سواء من الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك بحقه كافة الجرائم التي من المفترض أن يكون للصحفي الفلسطيني حماية دولية عن طريق القوانين والمواثيق الدولية التي وقع عليها، بما فيهم إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي وقعت على حماية الصحفيين في المناطق والمناطق التي يوجد بها نزاعات أو الأراضي الفلسطينية التي يحتلها الاحتلال الإسرائيلي. لكن الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم نهائيا الصحفي الفلسطيني ولا يحترم حتى اللباس والخوذة التي يرتديها. للأسف يعني السترة والخوذة اللي احنا موجودين معنا اليوم كرمز يعني لضرورة حماية كل صحافة عم بغطي حيلا حدث ما قدروا من حماية شيرين أبو عاقلة النهار اللي قتلت فيه. لا صافي ناز، هل سبق وتعرضت لإصابات أثناء تغطيتك الإعلامية؟ تعرضت لسبع إصابات خلال مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وأيضا على سبع إصابات عم بتقولي سبع إصابات صافي ناز؟ نعم، سبع إصابات خلال تغطية المسيرات، نعم. سواء الشرقية اللي هي البرية على حدود قطاع غزة أو حتى تغطية المسيرات البحرية في منطقة زكيم شمال قطاع غزة. طبعا هذه الإصابات كانت سواء رصاص حي أو رصاص مطاطي أو قنابل غاز مباشرة تم إطلاقها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاهنا كصحفيين، وتعمدوا أيضا بإطلاق هذه قنابل الغاز والرصاص بشكل مباشر علينا كصحفيين، رغم أننا نرتدي أيضا الخوذة. للأسف يعني مثنى، هل كمان تعرضت حضرتك لإصابات أثناء تغطيتك الصحفية على الأرض؟ لا تعد ولا تحصى. كما قلت لك، بالنسبة للاحتلال وجرائم واعتداءات متكررة على الصحفيين، أنا خسرت مكتبي في العدوان الأخير ونحن نعيش في ظلاله مثل هذه الأيام العام الفائت. كانت هناك حرب كبيرة وعدوان لم يسلم منه أي شيء. صحيح. لم يسلم منه أي أحد. هناك أبراج كانت تضم مكاتبنا الصحفية وإذاعاتنا تهدمت. صحيح. للأسف كلها تم تدميرها. فيما يتعلق بطبيعة المواقف التي مررنا بها سواء كانت إصابة أو غيره،
إذا بتذكري الشهيد ياسر مرتجع، الشهيد ياسر مرتجع الصحفي، وقد اغتيل أيضا بنفس الطريقة التي اغتيلت فيها شيرين وهو يرتدي السترة الواقية. نعم. ياسر مرتجع كان في وقتها يصور في مسن، يعني كان بيصور بيشتغل قاعد قصة صحفية عن ارتباط مثنى بالمخيم أثناء تغطيته على الحدود. نعم. وكيف بتنقل في المنطقة. أنا أصبت وهو أصيب برصاصة كانت قاتلة ارتقى على إثرها شهيد ليسجل ضمن هذه القائمة الطويلة التي تزيد عن 58 صحفي ارتقوا شهداء، كان من بينهم هو وأبو حسين، والآن توج هذا العام بشيرين واستهدافات عدة لا تتوقف أصلاً. إذا بتتذكر كمان للأسف يعني استهداف الصحفيين الهدف منه دايما أنه إسكات صوت الحقيقة، وأنه الصحفي يقدر ينقل الصورة، صورة الواقع الحقيقية. الاعتداءات اللي بتتعرض لها مثنى شو بتخلق فيك باليوم التالي؟ بتخلق فيك خوف ولا بتخلق فيك عزيمة بعد أكبر أنه أنا لا بدي كمل وبدي وصل صوتي كمان لكل العالم؟ في مثال انه احنا واحنا بنتابع شيرين من الساعه الاولى لحظه استشهادها حتى الجنازه ومراتها الثرى. نعم. كنت كل ما بطلع في مشهد البكا بينزل وفي نفس الوقت بحبس انفاسي من الخوف، لاني لم ارى شيرين، انا رايت نفسي مكان شيرين. شفت نفسك مكان يعني شيرين انت وعم انت عم بتتابع الاخبار على التلفزيون. شفت نفسي انه انا اللي اثر فيه انه هي يعني سيدة، يعني كون أنه كمان برضو صحفية. نعم. لم يراعي كل هذه التفاصيل والشعور اللي هو الجندي الذي أطلق النار. أريد أن أذكر أيضا في موقف إذا بتتذكر وكل العالم تابعه، سحل الجثمان أحد شهداء اسمه محمد الناعم بالجرافة اللي علقته الجرافة، سحل الجثمان قبل حوالي 3 سنوات أو سنتين. أنا اللي صورت المشهد، ووقتها تعرضت لتهديدات قوية أثرت وشكلت الخوف اللي أنت ممكن تشعري فيه، وشعرت بأنه حياتي أصبحت قريب، يعني أنه الاستهداف ممكن يطالع. يعني شفت الموت مثل ما منقول، يعني شفت الموت بعيونك. أكيد. حسيت أنه حياتك على المحك. طيب الصحافة بضل يعيش الخوف كل الوقت؟ يعني لما يتعرض لهيك أحداث بصير عنده تروما كل الوقت، كل ما يروح ليغطي خبر بضل خايف في المنام وإحنا نايمين بنشوف. فضل. يعني الأشياء هذه، يعني لما أنت بتيجي كمان برضو ترجع إلى حياتك الطبيعية والعائلية، العائلة نفسها، أنا الحجة مثلا أمي بتستناني أنه أنا رجعت طيب ولا لا، بتسمع صوتي على الإذاعة، إذا طلع صوتي خلص مثلنا طيب، إذا ما طلع أبصر إيش صار فيه. تخيلي انت المشاعر هذه لما تكون كمان عائليه، قديش هي بدها تكون كمان مؤثره. انا ابويا الله يرحمه روحه كان من الناس الداعمين الي في موضوع انه انا اكون في الصحافه، وارتقى ايضا اصيب برصاصه متفجره في قدمه، وبعدين ارتقى شهيدا. كان من الناس اللي يعني اللي اثروا في انه انا ادخل المجال هذا. يعني اللي اثر فيك هو حادثه استشهاد صحافة، صح؟ أنا بشتغل في الصحافة من 2003. يعني مريت من وجود الاحتلال في غزة مستوطناته، ومريت بالانسحاب لما انسحبوا، وغطيت برضو الحرب اللي صارت في 2008-2009. نعم. وقتها كانت يعني ظروفنا مش ظروف صحفي، ما بنشتغل صحافة، إحنا كنا لا يوجد نوم، لا يوجد راحة، ما في أكل، يعني بحكي عن 21 يوم في 2008. وبالرغم من هيدا كله مصرين تكملوا ومصرين توصلوا، صوت كل فلسطين عم ينظلم على أرضكم. صفي نازل عم بيحكي مثنى كتير صعب، بس هيدا هي الحقيقة، هيدا هو الواقع. عم بقول إنه ولدته بتسمع على الإذاعة صوته، بتعرف إذا بعده عايش ولا مات ولا استشهد. صفي ناز، الخوف شو بيعمل بالصحافة بهيك موقع، بهيك بلد عايش فيه كل الوقت في اشتباك، كل الوقت معقول يصير في اطلاق نار، الخوف شو بيعمل فيك؟ يعني في شي نهار امتى قلت انه انا خلاص بدي وقف، بدي يمكن فكر بعائلتي، يمكن اهلي عم بضلهم خايفين علي؟
نعم هناك خوف، هناك رهبة من عدم عودتنا، وكما قال زميل متنى أيضا عائلتي عندما أخرج كنت في مسيرات العودة كانوا في كل جمعة يقولون دير بالك حالك، اهتمي بحالك عشان ما يصير فيك أي شيء أو ما تصوب. بس للأسف كان الاحتلال الإسرائيلي بمارس الانتهاكات الإجرامية حق الصحفيين، وهو يتقصد أن يقوم بإطلاق النار المباشر تجاه الصحفيين الفلسطينيين لكتم الصورة الفلسطينية التي سيرسلها الصحفي الفلسطيني بلسان الشعب الفلسطيني إلى العالم أجمع، أن هنا في هذا في هذه الأرض هنا شعب يريد تحقيق حريته ويريد أن يرفع علم فلسطين فوق مأذن القدس الشريف وأن تبقى له دولة مستقلة كباقي دول العالم. هذا ما كان يريد الصحفي الفلسطيني إيصاله لهذا العالم النائم للأسف على ما يحدث من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. صافي ناز عم تحكي، نعم عم تحكي قد الواقع اللي عايشين فيه صعب حد يعني على الشعب الفلسطيني اكيد بشكل عام، وعليكم كصحفيين بشكل خاص لان انتم عم توصلوا هيدا الصوت وهيدا الصوره للعالم. شو اللي خليك تختاري مهنه الصحافه بالرغم من كل التحديات اللي عارفه انه هي رح تواجهك؟ وشوفي في البداية حتى كان الرفض من عائلتي إنه لا الصحافة صعبة والصحافة مهنة متعبة وانت كبنت والأمور هاي، لكن أنا كنت مصممة فعليا إنه أدخل هذا المجال لأنه كنت دائما عشان أكون صريحة كمان أنا وعيت كمان إحنا من الجيل اللي وعي على صوت شيرين أبو عاقلة رحمه الله وعلى صوت الصحفيين الكبار الذين كانوا يغطون أحداث القضية الفلسطينية عبر وسائل الإعلام ليوصلونها إلى كافة المحافل الدولية. وعندما كنا نسمع صوت شيرين كنا نعتقد دائما أن صوت شيرين هو الصوت الذي سيرسل أصوات الشعب الفلسطيني إلى العالم ليسمع صراخ وأنين هذا الشعب الذي يعاني الويل من جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب بحقه. لذلك جعل في دافع كبير أن أقوم بدخول هذه المهنة ودراستها في الجامعة رغم التحديات ورغم كل العقبات التي واجهتها، ولكنني صممت بأن أستمر في هذه المهنة وهذه وهذا العمل. يعطيك ألف عافية صافي ناز مثنى. اليوم تقريبا صار مارق أسبوع على مقتل شيرين أبو عاقلة، شو المشهد اليوم على الأرض بفلسطين؟ شوفي امبارح يعني كنا في تغطية لجنازات رمزية وعدة فعاليات، يعني إذا شيرين خلص تم دفنها ونزلت القبر وذهب صوتها، لكن يعني ذكراها وتفاصيلها تقاريرها وتغطيتها وحبها للقدس وفلسطين والقضية ومناصرتها لكثير من القصص والقضايا المتعلقة بالناس والعدوان والاحتلال والاستيطان وغيره من القصص هذه، هو اللي أثر في الناس. لأنه إحنا كصحفيين أنا بشتغل إلي 18 سنة في الصحافة، 18 سنة أقول لك إنه هي كانت سهلة، والله ما كانت سهلة. إحنا بنتعرض لجبل كجبل أحد في امتداده من العقبات والاعتداءات والممارسات التعسفية، لدرجة أنه زي ما حكيت لك أنه اسمك من كتر ما الناس بتتداوله صرت تتخافي أصلا، يعني رغم أنه الواحد لما بيكون شغال في إذاعة ومسموع ومعروف ومشهور والناس بتعرف وبتقدره وبينزل بين الناس وبينقل همهم وقضاياهم، هذا الأمر هو اللي بيتعب الناس وبيتعبنا إحنا لما بنلاقي زي شيرين كان اسمي بيتردد، حتى لدرجة إنه في اثنين كانت زفافهم قبل أيام بيتصوروا بالعادة في أماكن جميلة فيها خضار، لقينا إنه الاثنين العروس لابس البدلة البيضة والعريس لابس بدلته ومسكين صورة صحينا على صوتك يا شيرين، يعني انولدنا على صوتك، بمعنى انه هدول من جيل العشرين اللي هم لما كانت شيرين كانوا اطفال بيسمعوا شيرين وهي تنقل رسالة فلسطين والقدس وغيرها من القضايا. فما يؤثر فينا انه احنا لما بنكون معروفين وبننقل القضايا والهم والغم والتفاصيل هذه من اجل ان تراها جموع أحرار العالم اللي بيتابعونا وإنه ننقل ننصر قضيتنا ومظلومية شعبنا، هذا شيء بهم وبهم ومكتوب على كل صحفي فلسطيني
يمكن أقول لك الحاجة بعيدا عن الإعلام وبعيدا عن السطر اللي بينحكى وبيتردد من الكثيرين، إحنا بنخافش؟ لا والله بنخاف، بنخاف لأنه حياتنا مش لازم تكون بالطريقة هذه. أكيد إنه الاحتلال يضل حاطني في راسه ولا بهذا الخطر اليوم اللي بتعيشوه للأسف كصحفيين وكشعب. أكيد صفي ناز، رسالتك الأخيرة اللي بتحب توصليها اليوم عبر مش وحدك للعالم. رسالتي لكل العالم إنه الشعب الفلسطيني شعب يستحق الحياة، شعب يريد أن يكون في دولة مستقلة يعيش كما أنتم تعيشون في هذه البقعة الأرضية. الشعب الفلسطيني يعاني منذ عشرات العقود ولا يلتفت أحد له. نحن اليوم نقول للعالم أننا كصحفيين فلسطينيين نرسل لكم رسالة أن هذا الشعب يريد أن يعيش كما تعيشون وبأفضل الأحوال لكي يعوض عما عاشه في خلال العقود الماضية من الجرائم التي ارتكبت ولا زالت وسترتكب أيضا في الفترة القادمة. الاحتلال الإسرائيلي لن يهدأ له بال في هذه الأرض إلا أن يرتكب الجرائم بحق هذا الشعب. لذلك عليكم أن تلتفتوا كما التفتتم إلى أوكرانيا وما قامت به روسيا في أوكرانيا وأنزلتم العقوبات على روسيا. عليكم أن تلتفتوا إلى هذا الشعب وعليكم أن تقوموا بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على إنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله. نعم مثنى، الكلمة الأخيرة لك، رسالتك لكل صحافي اليوم يمكن بفلسطين ويمكن بحيلا مكان بالعالم عم بعيش خطر يومي بنقله للحقيقة، شو بتقول؟ كونوا رسل. الرسالة إنه إحنا لما بننقل من تفاصيلنا ومن تفاصيل شعبنا وحياتنا، أنتوا ارفعوا معنا هذه التفاصيل إلى أن تصل، قبل أن تصل إلى جارك أو دولتك أو المؤسسة اللي أنت بتشتغل فيها، أن تصل إلى قلبك أنت، لأنه إحنا مواطنين برضو بنشعر بكل ما هو حولنا. وشيرين يمكن شفتوا بعض الفيديوهات اللي كان فيها دردشة بينها وبين أصدقائها وصديقاتها، قديش كانت هي حنونة وقديش كانت هي برضو بتتجرد من المسؤولية اللي كانت فيها، وكانت بتروح باتجاه نصرة القضية. قديش هي كمان عملت على دعم الناس اللي كانوا بيرابطوا في القدس في المسجد الأقصى، كيف وحدتنا، وانت حكيتي كيف وحدتنا، وحدت كل أطيافنا وألواننا والديانات حتى كونها هي مسيحية، خلتنا نرفع علم فلسطين، علم فلسطين اللي صار يعني هو المعركة الأساسية واللي حاول الاحتلال منع رفعه أثناء جنازتها التي مرت من شوارع القدس. نعم نعم صافي نازل لوح ومثنى النجار، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية على كل جهودكم وعلى كل تغطياتكم الصحفية اللي بتقوموا فيها. إن شاء الله لقدام يعني بالمزيد من العمل من دون خطر لكم، لكل صحافة بفلسطين، لكل صحافة بالعالم بحق له أنه يمارس مهنته من دون ما تكون حياته على المحاك ومن دون ما يكون هو مستهدف. شكرا لكم وجدد تعازية لكم ولكل الشعب الفلسطيني. شكرا لكم. لمشاهدة الحلقة الكاملة زوروا سات 7 بلس.